نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. شرفنا يا كابتن، منور. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم. مبروك كابتن شريف، مبروك. نور يا كابتن ومرسي، والف شكر، ووشك حلو علينا دايما. مرحبا بكابتن اسامه عرابي النجم الكبير، كابتن اسامه حسني، وكابتن بلال اللي حكمت له ماتش الاهلي قبل كده وجاب اربع اهداف. حقيقة كده مظبوط، صح صح، اربع اهداف مظبوط. كابتن ايمن، بدايه بنتكلم على صعوبه المباراه، وده شيء مهم جدا جدا، لان دي بنقول عليها بندي درجه يا اسامه للحكم. هل درجه الصعوبه صعبه ولا متوسطه ولا سهله؟ عاوزين في البدايه النهارده مبروك ليه كهربا، عودته عودة جميلة جدا، تألق النهارده. وخلي بالك من نادر ان انا اجيب لاعب في لقطة تحكيمية. نادر ان انا اجيب لاعب في لقطة تحكيمية. انا بقول الكلام ده النهارده، ذكاء كهربا صحيح ويقظته، خلي بالك كان سبب في ان الهدف الثاني يجي، ومعانا اللقطة ونشوفها. طارق مجدي حكم أول مباراة يدير للنادي الأهلي، النهارده أدار مباراة بشكل جيد. بس النادي الأهلي ساعده. ما انا قلت في البدايه ان سهل سيناريو اداء الاهلي وسموحه رفعوا الضغوط عن الحكم وعن الفار. خلي بالك يا كابتن، هي الاخطاء بتيجي منين يا كابتن ايمن يا كابتن بلال؟ وانت كنت لاعب في الملعب، نتيجه انك انت في الملعب مضغوط. عاوز تعمل حاجه مش عارف، صح. النتيجه كمان مش مريحاك، فلما تبقى الدنيا فيها راحه كابتن اسامه بتريح الكل، وبالتالي كان اداء النادي الاهلي النهارده والنتيجه ريحت طاقم التحكيم، حتى بتريح المغلوب كمان يا كابتن، حتى بتريح من بدري. ما اعترضش يعني. طارق النهارده نديله حق بامانه، اول مباراه. لا والله، كلام جد على فكره. والله لما تتغلب من بدري بدري كده، بدري خلاص خلاص يعني. ما اعترضش على ده تحليل فني بتاعك، انا ما بفهمش فيه. ده تحليل تحكيمي على فكره. للعيبه مش هيعترضوا على الحكم طالما اتغلب من بدري بدري كده. خلصت يعني خلاص. ماشي يا كابتن. طيب يا كابتن. طارق تاني بنرجع، ادى اداء مباراه كويسه النهارده كابتن. عجبني في طارق النهارده كابتن احمد تحركات وقراءته للعب، وزي ما قلت لك دي اديته فرصه شويه، نتيجه خليته يفوق شويه للجري، بقى يروح في المكان وهكذا. فكان طارق النهارده يعني اخطائه التحكيميه ما اثرتش على نتيجه المباراه كابتن اسامه. وخلينا نتكلم في الحالات التحكيميه، وهرجع تاني لكهربا في الهدف الثاني، وهقول ان ازاي كهربا استغل لعبه وذكاء في ان الهدف يجي ما يكونش فيه تسلل. طارق مجدي حكم الدولي للفار بصوتي حكم دولي مساعد. نرجع تاني بس الشاشه كابتن سمير بعد اذنك، نرجع تاني. وعندنا هنا هاني عفتاح حكم دولي، وعاطف حسين حكم دولي صالات، وعندنا في الفار سيد شعبان وشريف عبد الله. خلينا نروح للحاله الاولى. هنا هي دي بقى اللي بنتكلم فيها كابتن شريف. ده الهدف الثاني. الهدف الثاني اللي كهربا كان سبب في ان هو يجي. مظبوط. هقول لك ليه سبب. هو كان الاول كان متسلل. تعال لا نقف نقف وبعدين نرجع. هات لي لحظه اللمس الاول بعد اذنك. معلش سامحني، نرجع تاني نرجع تاني نرجع تاني. ستوب. لا لحظه اللمس من محمد هاني ونقف. ستوب. هنا كهربا في موقف تسلل. تسلل. لعيب تاني كان عامل يا كابتن، كان قطع وراح. مظبوط. وكان تداخل بوظ اللعب. تداخل، وبالتالي هنا كان في تسلل. صح. هو لما عرف ان هو في موقف تسلل عمل ايه؟ نشوف كده، نمشي بقى باللعبه، نشوف. ستوب. وقف. مظبوط. من اللحظه اللي جايه ديت ما راحش للكوره. من اللحظه اللي جايه دي بقت لعبه ثانيه جديده خالص يا كابتن بلال. ما حدش يقول لي ده راجع من تسلل ولا تسلل. لا، لحظه اللمس اللي هنا الثانيه دي كان هناك لاعب سموحه مغطي، وبالتالي هنا بقول ايه؟ ان كهربا لو مش ذكي شويه ويقظ كان راح تداخل في اللعب، وبالتالي كانت بقت الكره تسلل. دي اول حاله معانا، وهدف طبعا هدف جميل وصحيح للنادي الاهلي. هنا البعض يرى ان نمشي. ستوب. ارجع تاني لحظه لمس ايوه بس. طب السؤال هنا، لو حسام حسن هنا كابتن بلال كابتن اسامه، لو حسام حسن مش ملوم هو، انا هو متغطي هناك محمد هاني، لان محمد فتحي اللي لعبها لو هنا كده متغطيه كابتن، حتى لو اللاعب سموحه يعني اللعب. كابتن اسامه ديليبريتلي بلاي ده تعمد لعب من اللاعب المدافع. يعني لو المنافس هنا في موقف تسلل يستمر اللعب، ودي اللي حصلت، ان حمدي فتحي هو تعمد لعب الكره، وبالتالي هنا في تغطي في تغطيه، وهنا كان القرار كان قرار سليم من الحكم المساعد رقم واحد يوسف البساطي. حاله بعد كده هنا لعبه ديانج، واحنا قلنا استخدام الكره باي شكل من الاشكال يا كابتن شريف هنا لازم يكون في انذار.
هنا شوف هنا الايد، هنا اليد تذهب الى الوجه، وبالتالي هنا المخالفه تستوجب بطاقه صفراء كابتن اسامه. الوجه احنا بنقول ليه الوجه؟ الوجه ده منطقه حساسه جدا جدا، اي شيء في الوجه باهمال او بتهور بتحسب مخالفه وبتدي فيها البطاقه. الحاله بعد كده، شوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا، ودي الحاله اللي كابتن اسامه كان بيتكلمني فيها كابتن اسامه حسني، وبنقول هل هناك استخدام قوه زائده في رجل حمدي فتحي ولا مفيش؟ كابتن اسامه خليك تحكم انت على اللعبه ديت عشان انت برضك بتحب التحكيم. نشوف هنا من اللقطه اللي جايه، وشوف الرجل هنا وهي لما البوينت اوف كونتاكت، هي راحت على الارض ولا راحت فوق يا كابتن اسامه؟ تاني كده بعد اذنك سمير، معلش سامحني، اللعبه دي مهمه عشان البعض قال ان هنا في بطاقه حمراء. نشوف اخر لقطه هنا، شوف هنا هو اللاعب هنا راح كابتن اسامه، نشوف هنا القدم بتاعته راحت فين. نمشي 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 نمشي، نزلت فين يا كابتن اسامه؟ على الارض. لو كلمنا هنقول في بطاقه صفر، هنقول في انما هنا لا ترتقي الى البطاقه الحمراء نتيجه ان القدم والستارز ما راحش فوق يا كابتن شريف في رجل حمدي فتحي. الحاله اللي بعد كده هنا لمسه يد تحتسب على حسام حسن، هل هناك لمسه يد ولا لا؟ نشوف كابتن اسامه، نشوف هنا ان هنا كابتن مسموح انك تلعب الكره لله الكتف، ومفيش هنا مخالفه لمس الكره بيد. يا طارق اللعبه دي مهمه جدا جدا، لان دي لو دخل الصندوق ممكن تعمل مشكله. هنا مفيش مخالفه لمس الكره بالايد، وهنا القرار كان من طارق هنا مفيش فيه مخالفه، واحتسب على مخالفه لمسه الكره بالايد. نيجي للعبه المهمه واللي هنقف عندها شويه يا سمير عشان نتكلم هنا هل في مخالفه ولا مفيش. طيب هنحلل اللعبه دي يا كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن اسامه حسني. خلاص هنا خلاص فخد رامي ربيعة الشمال في شوف الراجل حجز على كورته هو خده. سمير سامحني هنقف بس سمير عشان هشرح حاجه مهمه. كابتن بلال اللعبه دي مهمه جدا، عندي ثلاث قرارات في الحاله ديت. هل في تحايل من اللاعب المهاجم؟ تحايل المعنى ان اللاعب ده سقط بدون اي تلامس، وبالتالي هنا بيستوجب عقوبه الانذار وركله حره غير مباشره. هنا في تلامس ولا ما فيش؟ ده السؤال. في تلامس، يبقى انا التحايل هنا مش موجود، نستبعده. هل في مخالفه او مش مخالفه؟ ده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه يا بلال في هذه الحاله. نروح ل من اول خالص سمير، من اول بس نقف هنا، ماشي نمشي شويه ونقف. هنمشي هنا نشوف هنا بس الحاله اللي جايه بقى سمير، اللي جايه اللقطه اللي جايه مهمه جدا جدا، اللقطه اللي جايه دي مهمه جدا جدا. وهنا ماشي نمشي 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 بس ستوب. كابتن هو ذكاء لاعب مظبوط، مهاجم عنده ذكاء، هو عمل ايه؟ هو استغل او توقع كابتن اسامه، هو توقع ان المدافع هيعمل تاكلينج. لعبه التاكلينج ديت في الحسابات صعبه قوي، رمى جسم صعبه قوي 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 كابتن لعيب، فانت بتعمل تاكلينج لو انت مش مقدر داخل منطقه الجزاء ممكن ترتكب المخالفه. ولكن هو مع ان هو توقع، نشوف هنا كابتن القدم او الركبه كابتن ايمن، خلينا نتكلم بامانه هنا، نشوف الركبه هنا بعد ما هنا اسامه حسن، هنا الركبه اللي تحت طبعا الكره مغطياها كابتن بلال. نرجع تاني كابتن سمير، نرجع تاني كابتن سمير، نشوف ركبه كابتن رامي، خلاص نشوف الزاويه الاخرانيه كابتن سمير هتهنى، نشوف ان هنا في التحام تمام هنا من الركبه هنا، وبالتالي هنا من وجهه نظري هنا هو خطا زكي حسام لبسه للبنالتي. شوف كابتن اسامه ده انت بتتكلم كلام 10 10، بس العبره بايه؟ هل انا النهارده كمدافع المفروض انا اتوقع ان المهاجم يعمل كده؟ ممكن اروح واقف، ده بقى النهارده انت كسبان 3 واقف وبتعمل ركله جزاء، ده درس مهم ليك في اللي جاي ان انا لازم اهدف ال 18، ما ينفعش ان انا ممنوع التاكلينج في الحته. ايوه كابتن شريف انت قلت حاجه مهمه جدا، واحنا دايما كحكام نقول خلي بالك التاكلينج ده في منطقه الجزاء، حاجه من الاثنين، اللاعب لو نجح ماشي، طب ما هو ممكن ما ينجحش. طب انا ممكن اسال سؤال حضرتك بس يا كابتن بعد اذنك يعني. اتفضل. هي لو ان هي طبعا مش باينه هنا ان رامي جه جنبه خالص، بس انا بسالك سؤال. لا كابتن ايمن، لو النتيجه لو النتيجه تعادل مثلا كانت اتحسبت ركله الجزاء دي؟ شوف كابتن انا مش هخش في نيه الحكم، ولكن انا عندي هنا حاله تحكيميه، بنقول ليه في مخالفه وليه ما فيش مخالفه؟ نقول هنا رامي هنا خلينا نقول
ما وصلش للكره اولا. يعني ممكن اعمل تاكلنج كابتن اسامه وازق الكره وبعدين يحصل مخالفه مش الكره كمان استمر اللعب، ولكن هنا رامي هنا لم ينجح في لعب الكره الاول مش الكره كمان ما زقهاش حتى من قدام المدافع كويس ماشي. ولكن هنا بالتاكلنج دوت انا كمهاجم توقعت ان هيحصل كده، وبالتالي وهو في اللحظه ديت انا بسكت. فبنتكلم على هنا الركبه هنا رامي لمس الكره من الالعاب نقول طبعا عشان حسن حجز لنفسه اتكلم فيها حجز نفسه والقرار هنا كان قرار صحيح وهنا الفار عمل كونفيرم من الحكم، وبالتالي هنا هو قرار حتى كابتن ايمن مش مؤثر في نتيجه المباراه. اعتقد في حلقه اخر اخيره كابتن كان كلمني فيها الكابتن علي عبد الرحمن وقال لي هنا هو ليه المساعد رفع تسلل حتى هو مش معانا حاضره معانا كمان هو بيحب برضك التحكيم قوي كابتن روحه حاضره روحه بيقول لي هنا بيقول لي هنا كابتن ناصر هو ليه رفع المساعد. وفعلا سؤال ماذا لو هذا اللاعب اللي هو كان تقريبا احمد قادر ولا مين يا كابتن اسامه؟ لا عبد القادر عبد القادر هناك على الشمال وقعت من هنا شفت اخر حاجه احمد عبد القادر. طب ماذا لو هذا اللاعب مش موقف تسلل كابتن بلال كان خد الكره وجابها جول هدف صحيح. انك حكم مساعد ما تستنى شويه لنهايه اللعبه انت ليه استعجلت خاصه ان في فار. تعالى كده من الناحيه العرضيه كابتن من ناحيه هنا هل هي واضحه هي تسلل كبيره بس هي مش واضحه بنسبه كبيره برافو بلال استنى شويه عارف يا اسامه لو واضحه بنسبه كبيره خلاص يعني فاهم قصدي خلي بالك هدف هنا بص غلطه نمشي نمشي يا كابتن نمشي شويه هنا راحت وجون ايوه فانا بقول المساعد هو اللي خدع الاثنين حارس المرمى بصراحه جونين على مين بتوع نعم كانت في ايده وفجأة عمل لنا مشكله دي كانت كل الحالات التحكيميه هو اللي كان هيعمل لنا مشكله كابتن ايمن مبروك النادي الاهلي مبروك الكهرباء بامانه صحيح وكلنا فرحنا للاعب راجع ويبقى بهذا المستوى الراقي والمتميز صحيح. ربنا يوفقه طبعا ويوفق الاهلي في المباراه القادمه ودي كانت اخر حاجه كابتن ايمن شكرا جزيلا كابتن ناصر بتاعتنا كالعاده شكرا كابتن شكرا بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسموحه في الدور قبل النهائي لكاس مصر 2022 والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1 وتاهله لنهائي كاس مصر عن جداره واستحقاق. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد النعم شكرا كابتن شرفتنا اشكرك كابتن ايمن ومبروك وبقى يوم السبت باذن الله نفس الروح نفس الاداء ونبارك لبعض ان شاء الله نبارك النادي الاهلي وجماهيره العظيمه كمان ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كابتن اسامه حسني الف مبروك كابتن شكرا مبروك كابتن ايمن وعقبال اللي جاي ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله كابتن اسامه عرابي شكرا يا كابتن شرفتنا شكرا ليك ايمن والف مبروك وان شاء الله عقبال المباراه اللي تكون يا رب ان شاء الله كابتن احمد دلال شكرا يا كابتن شكرا يا كابتن مبروك للنادي الاهلي وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورق تحياتي